بس عايز وحضراتكم تتكلموا. دي تويتة موسيماني ابو مسلم واحنا بنتكلم، هو كان موسيماني بيتكلم عن او ليه صوره مع كارلوس كيروش وبيقول عليه البروفيسور كارلوس كيروش قال يور سي في سبيك، يعني السي في بتاعك بيتكلم عنك، يو هاف ماي فول سبورت، يعني انت كل دعم ليك، اولويز ا بليجر تو بي ويز يو، يعني مبسوط ان انا او بيسعدني ان انا اكون معاك، ويلكم تو ايجيبت، يعني مرحبا بك في مصر. موسيماني وتويته خاصه للبروفيسور كارلوس كيروش. بمناسبه احنا بنتكلم على ان هو استاذ في جامعه لشبونه مع فنجاده، وكلام محترم الحقيقه من بيتسو موسيماني. وخد بالك برضو لما موسيماني بدا التدريب كان كارلوس كيروش اعتقد سنه 2000، لان انا لعبت ماتش ضد كيروش لما كان ماسك منتخب جنوب افريقيا، وكان الكابتن جوهر الله يرحمه هو اللي ماسك المنتخب. كان لسه بادئ موسيماني التدريب لما كان كارلوس كيروش ماسك الاداره الفنيه للمنتخب جنوب افريقيا. فاعتقد ان الحمد لله، يعني انا شايف ان الامور جيده، وجهه نظر انا، ان يستطيع اتحاد كره القدم المصري ان يصل لاسم كارلوس كيروش في وقت قياسي في يوم او في يومين، اعتقد ده شيء جيد. احنا مش مختلفين يا اسلام طبعا، ولكن انت دايما ميال لجهه ان احنا الوقت لا قصير. انا بختلف في الوقت قصير، الوقت قصير خلي بالك، ومطالب الامور زادت صعوبه كمان لما عندك ليبيا كسبت اول امبارح منتخب ليبيا الشهير امبارح كسب امبارح كسبت اللي هو كسب 2-1 1-0 بالظبط، كسب 1-0 في اخر الربع ست نقاط طبعا، فهو متصدر دلوقتي، فدلوقتي هو بيعمل عليك ضغط، فانت لازم تجيب حد دلوقتي بيكون يعني مدرك بكل كبيره وصغيره في المنتخب. احنا مش متعذرين على الراجل، احنا متعذرين بس على التوقيت بالظبط، التوقيت هيقدر يشتغل في الوقت ده، المساعدين والسبورت اللي معاه هيقدروا يشتغل معاه بشكل كويس، ينقل له كل صغيره وكبيره، هيبقى فيه ثقه في الفتره دي يقدر ياخد منهم بشكل كويس، فده كله اللي احنا نتمناه طبعا الفتره اللي جايه.